الزوجة التاسعة ميمونة. هي بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس، وقد بلغت 60 من عمرها حينما تزوجها عليه الصلاة والسلام، ومكثت عنده 2 فقط. فقد كانت قبل عند أبي رهم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان معتمرا 7 بعد غزوة خيبر. جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فلما رجع بنى بها بسرف حلالا. قال ابن إسحاق: ويقال إنها وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها وهي على بعيرها، فقالت: البعير ومن عليه لله ورسوله. وتوفيت بسرف 51، وصلى عليها ابن عباس ودخل قبرها.